سبحانك يا رب سبحانك. حد هينزل على طول ولا في حد هيجي عليها؟ انت مش موجود ولا ايه؟ انا سامح جاي دلوقتي واقف عليك شبح لما جه ده عيني النهارده دم شويه والله بقى شفت الباص عامل ازاي؟ مقص مقص يا ابو مقص مقص ده مقص يا اسطى ما ينفعش مقص ده مقص ده وصل. انت برضو لسه مش مقتنع؟ طب انا هخرج كيف الارض. انا عايز اقول حاجه مهمه. الواد اللي خدته من عندك ده كان بشيء ماشي القطط اللي جوه. ماشي نرجعهم تاني بقى. جن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا الفيديو سنتناول قصة جديدة غريبة وعجيبة. في يوم من الأيام نزل بعد صلاة المغرب، مكثت شيئا هكذا مدة بعد صلاة المغرب في المسجد، ثم نزلت وقد أظلمت السماء، وكانت الإنارة العمومية في الشارع منطفئة نوعا ما، بعض المصابيح تعمل والكثير منها لا يعمل. فمررت أكرمكم الله على المكان الذي نقوم بتفريغ القمامة، أين توضع الأكياس التي فيها قمامة. مررت وبالصدفة وقفت فسمعت صوت شيخ كبير يقول: أهذا كل ما يوجد كطعام هذه الليلة؟ سمعته بالدرجة التي بالعامية التي نتكلم بها في الجزائر. فقلت: من المتكلم؟ فلما التفت فوجدت قطا أسود اللون له حاجبين أبيضين، سبحان الله، وكانت عيناه مستديرة كأنها عيني إنسان ليس كعيني القط. ورأيته يحاول تقطيع إحدى الأكياس. لم يكن ثم لا شيخ ولا رجل ولا أولاد، كنت أنا وكان ذلك القط. فلما مرت سيارة أضاءت، رأيته جيدا بحلق بعينيه في وجهي، ثم انطلق تحت سيارة واختفى تحتها. سبحان الله، لقد كان ذلك حقيقة ولم يكن من الخيال أو الوهم. عندما كنت صغيرا كانت جدتي عليها رحمة الله تحكي لنا قصصا وتقول بأنه عندما كانت الدنيا تتكلم، أي كل شيء يتكلم، الحيوانات تتكلم والإنسان وهكذا، فكان الجميع يضحكون على جدتي يقولون لها إنها مجرد أساطير وحكايات، هي تقول لا بل كانت حقيقة وأنا كنت أصدقها. سبحان الله، حتى شاهدت الأمر مشاهدة رأي العين. سبحان الله، سمعت قطة تتكلم. وبعد أيام
رأيته على إحدى الفيديوهات، أخ راقي معروف في الأردن يقول نفس الكلام. يقول الأخ الراقي وهو يتكلم عن الجن وعن القطط وهكذا، لأن من الناس من يقول بأن الجن يتصور على شكل قطة. يقول هذا الأخ الراقي، قال في يوم من الأيام أخرجت كيس قمامة بعد المغرب لأرميه خارجا خارج الدار، فصادف قطة في طريقه فأمسكت بطرف بأحد أطرافها الكيس وقالت له ضع هذا الكيس من فضلك هنا. قال فوضعته وعدت إلى البيت وأنا ألتفت ورائي وهو يقطع الكيس ويخرج ما فيه من، قال لقد تكلم معي القط كلام أفهمه، سبحان الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الصحابي الذي تكلم معه الذئب، قال الذئب رزق يسوقه الله إلي تنتزعه مني، بعد أن انتزع الراعي الشاة من فم الذئب أنقذها. فقال الراعي يا ويلي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنسي. فذهب إلى رسول الله وقص عليه القصة، فقال له وللصحابة لقد صدق، لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس كلاما يفهمه.